إيهاب عبد الرحمن لاعب رامي الرمح اللي الحقيقة الدنيا كانت ملطشة معاه الفترة اللي فاتت، الحمد لله نجح وباقتدار في الوقت الأخير إنه يتأهل لأولمبياد طوكيو، يعني تأهل يمكن آخر لاعب تأهل. عبد الرحمن نجم النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر رامي الرمح قدر إنه يتأهل لأولمبياد طوكيو اللي جاية بعد حصوله على رقم 83 متر و88 سنتي، واللي حققه في البطولة التأهلية لألعاب القوى، البطولة اتعملت امبارح على المركز الأولمبي في المعادي، حقق الرقم ده تأهل أوتوماتيك على طول لطوكيو. إيهاب لسه عنده كتير عشان يقدمه الفترة اللي جاية، خاصة إنه ما شاركش في الأولمبياد اللي فاتت وهقول لكم ليه، ولكن كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب البطولة، عملنا التقرير ده مع بطلنا وأبطالنا هناك، خلينا نشوف التقرير ده وأرجع لحضراتكم تاني. الموقف بالنسبه لي صعب شويه، ان انا بقالي بعيد عن الملاعب اكتر من حوالي 4 سنين، ويعتبر ما لعبتش غير هم ال5 ماتشات اللي هم السنه دي. الحمد لله ربنا قدرني ان انا ارمي ارقام مش وحشه، بدايات كويسه جدا، انا بدات استعيد مستواي النهارده، رميت يعتبر 84 متر. ان شاء الله يا رب اكون في الرانك في التاهيل الاولمبيات باذن الله، يعني اتامنني شويه ان انا اخش الاولمبيات ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله في الاولمبيات هناك، ان انا ربنا يكرمني ويسعدني ويسعد الناس كلها واقدر ان انا اجيب ميداليه ان شاء الله. النهارده قدرت ان انا يعني اطلع اي حاجه ان انا اتاهل بيها، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. رميت الرقم ده من اول محاوله، وكان التارجت ان انا ارمي اكتر من كده، بس امر ربنا الحمد لله. بصراحه من اولها الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه للاتحاد المصري، النادي الاهلي، بصراحه الناس كلها وقفت جنبي في ظهري، ما فيش حد فيهم يعني بيخل عليا في حاجه بصراحه، وكلهم كانوا داعم ليا حتى في وقت ما انا كنت بخفق، كان كلهم بصراحه داعم ليا كتير جدا، فانا عايز اشكرهم كلهم. الحقيقه انا والكابتن ايهاب ما يأسناش، يعني انا بقالي بعمل له برنامج بقعد بالسنه وسنه ونص باليوم والتاريخ ينفذه، فالسنتين ثلاثه اللي فاتوا دول كنا كل ما نيجي نستعد عشان نلعب فما كناش بنعرف نلعب، عشان برضه ظروف العالم وكورونا دلوقتي، كل ما نيجي نسافر السفارات قافله ما فيش تأشيرات، فهو ده اللي اخر ان احنا نعمل المستوى الاحسن من ده كمان. وهاب حاليا في احسن حالاته، يعني هاب دلوقتي ممكن يربي 94 متر و95 متر، وده رقم مهول جدا يعني، وده ما جاش من فراغ، يعني احنا شغالين كل يوم تمرين مرتين، كل يوم تمرين باستمرار واحمال ولياقه وتكنيك، وشغالين على اعلى مستوى، وان شاء الله ان شاء الله نجيب ميداليه في طوكيو. وهو حاليا عنده احسن بكتير من اللي رماه كمان، عشان بقاله سنتين ثلاثه ما لعبش ماتشات، فدي خلته لما بيجي ينزل الماتش برضه غير التمرين، فان شاء الله دلوقتي هو بقى ده يطلع. والنهارده كسر الحاجز ده، حاجز نفسي، ان هو دلوقتي بدا يطلع وبدا يعمل ارقام، وان شاء الله هينطلق، وانا قايل له الكلام ده وكلامه طلع صح، هو محتاج ماتشات كتير ان شاء الله. برضو الحمد لله رقمه يأهله لاولمبياد طوكيو ان شاء الله، ودي حاجه كويسه في حقه وفي تاريخه وفي تاريخ النادي الاهلي للألعاب القوى الحمد لله. هو طبعا مرورا بالظروف اللي هو مر بيها من ظروف الايقاف في ال4 سنوات الماضيه، طبعا اكيد بتنال من اي رياضي، وعايز بقى يعني هارد ورك عشان يرجع في مستوى تاني ويلعب ماتشات كتير ويحقق مستوى اللي كان هو عليه سابقا. انما النهارده اللي شفناه باذن الله هو قادر ويعدي مستوى السابق باذن الله ان شاء الله، يعني حاجه محاوله ناجحه، والتاهيل ده اكيد هيبقى عنصر ايجابي، وباذن الله باذن الله يعمل احسن من كده ان شاء الله. ايهاب عبد الرحمن طبعا في الرمح طبعا النهارده خد بطاقه الصعود يعتبر بنسبه كبيره. بالنسبه لمحمد مجدي طبعا هو متاهل من شهر 12 رامين الستاندر، وهو في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله، بس هو النهارده كنا حابين نعمل تجارب، لان احنا كان عندنا اصابه في رجليه، قعدنا حوالي 5 شهور عطلانين شويه من اصابه رجليه، فالحمد لله النهارده قدرنا نعمل يعني حاجه كويسه من قريب من الرقم. يعني رحنا لعبنا بطوله عربيه رمينا 20 متر، ورحنا والنهارده جينا رمينا 20 متر، فاحنا الحمد لله يعني ثابتين في جزء حته معينه طبعا ان شاء الله باذن الله. الخطوه اللي جايه احنا عايزين نبقى من ضمن افضل 6، يعني افضل 6 افضل 8 في الاولمبياد، دي طبعا يبقى انجاز كبير جدا بالنسبه للمجد، وبعد كده ان شاء الله نفكر في اللي بعد كده. هو النهارده انا كنت جاي يعني بشوف حاجه في التكنيك بالنسبه للماتش، عشان هو يعني بالنسبه للكواليفيكيشن هناك هيبقى 3 محاولات، فهو احنا كنا يعني الماتش ده بالنسبه لي مش ماتش قد ما هو احنا بس بنظبط حاجه في التكنيك نفسه، فانا الحمد لله النهارده يعني الشكل مرضي الحمد لله، يعني بنظبط حاجه بس في التكنيك، فده اللي احنا عملناه، لكن هو ما كناش مركزين على الرقم قوي يعني. ف يعني انا شايف ماتش النهارده انا خارج فيه باللي انا عايزه الحمد لله. الفتره الجايه كله هيبقى تكنيك، يعني هو الحمد لله احنا عملنا اعداد قوي، ويعني
يعني هو الحاله بدنيه كويسه جدا الحمد لله، فهو واحد بس بيركز الشكل في الدائره او الشكل الاخير اللي يعني اقدر اطلع فيه احسن ما عندي هناك في الاولمبياد، ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان شاء الله يعني. انا بس عايز اعلق على التقرير في حاجه، هبه عبد الرحمن اللي ما يعرفش او يفتكر كان الاولمبيات اللي فاتت قبل يعني السفر بايام تم ايقافه بسبب المنشطات، فالحقيقه قعد سنتين ثلاثه ما يلعبش وراح واثبت يعني الحقيقه. طبعا دي صور نجمنا وبطلنا هبه عبد الرحمن تعرض لصعوبات قويه جدا، على فكره المنشطات دي كانت غلطه، يعني هو الراجل ما بياخدش منشطات ولكن انتوا عارفين في ادويه وحاجات داخله في الليسته، كان في غلطه معينه كده عيني حرمته انه يشارك في الاولمبياد، وكان من اقوى المرشحين انه ياخد ميداليه في الاولمبياد اللي فاتت. دخل سنتين ثلاثه ما لعبش، بعد قعد يحاول ما زهقش ولا يعني كل ولا مل لغايه ما تاهل الاولمبياد. الحقيقه ده نموذج مصري للعزيمه والاصرار. الف مليون مبروك يا هاب، وده طبعا زي ما انتوا شايفين تاهل رقم 32 من 32 لعيب، يعني اخر واحد تاهل. وان شاء الله يا ايهاب احنا متوقعين لك نتيجه كويسه، حتى مدربينا كابتن محمد نجيب كابتن ياسر داوود الناس قالت ان شاء الله باذنك يا رب ممكن ناخد ميداليه ونبقى نخش في الثلاثه او الاربعه الاوائل. كل التوفيق ليك يا ايهاب، انت لاعب عندك اصرار وعزيمه ودي اهم ميزه فيك.